السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكون بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية أكتروس 2014 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هنستعرض مع بعض بالفيديو العربية، وكمان هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. وعلى فكرة متاح البيع كاش بالتقسيط، لأن في ناس بتسأل عن عربيات بالتقسيط. العربية اللي معانا النهاردة ممكن تشتريها كاش أو بالتقسيط على حسب حضرتك. زي ما حضراتكم شايفين العربية على فكرة فابريكا بالكامل، العربية استيراد. بصراحة عربية ممتازة جدا لكل واحد بيدور على العربية أكتروس. العربية اللي معانا النهاردة فابريكا بالكامل، العربية عليها جناب. زي ما حضراتكم شايفين ده الجنب اليمين بتاع العربية. العربية فيها تانكين زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. هنستعرض العربية مع بعض، للأسف الباب مقفول. دي عربية أكتروس 2014 قايم ورخصة استيراد كهرباء. العربية فيها رخصة 6 شهور مرور أشمون. العربية فيها عدة كاملة. العربية تعتبر من الممنوعات. العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد. لو حضرتك عايز تشتري العربية كاش أو بالتقسيط هتتواصل على رقم 012-20-76-58-41. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-20-76-58-41. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تدخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.